الممثل الأكثر نجومية بالأعمال العربية المشتركة؟ الخيارات هني نادين نسيب نجام، سيرين عبد النور، أم ماجي بوغصن. نادين نسيب نجام. أكيد. بتحبيها؟ أكيد. في تواصل بينك وبينها؟ لا أبدا. بتتابع مسلسلاتها؟ هلا كنت عم شوف كمان 2024. أنا شايفة لأنه الجزء الأول، فتابعت شوي من هذا الجزء. كيف لقيتيها؟ بتجنن، برافو عليها. يعني هي حدا مجتهد بالفعل، وصحيح اوكي اندعمت، واللي صار لها يعني ما بيصير لنجمات كثير تعبوا وصار لهم سنين طويله بهي المهنه، بس هي بنفس الوقت اشتغلت على حالها ونمت الموقع. اجتهدت يعني بالضبط. يعني هلا اشوفها هي باول مسلسل وشوفها مثلا هلا قد ايه في فرق. صح. كاداء وكشغل ممثله في فرق كثير كبير، فمعناته هذا دليل انه هي عم تشتغل وعم تجتهد على نفسها.